أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى: وزارة الإسكان الإسرائيلية تطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والسكنية داخل وخارج الخط الأخضر. اللجنة التنفيذية تقول: الرئيس ياسر عرفات حول النكبة إلى أنبلي وأعدل قضية للتحرر الوطني. الحمد لله الرئيس أبو عمار جسد الهوية الوطنية ونهض بها من معاناة النكبة. حكومة حماس تعتبر أزمة الكهرباء سياسية. التمهيد لتنفيذ مشروع كدام لتهويد سلوان يتضمن مبنى سياحيا ملاصقا لسور الأقصى الجنوبي ومسطحه 16,000 متر مربع. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: انطلاق فعاليات حياة الذكرى 9 لاستشهاد الراحل أبو عمار، الرئيس مصممون على الوصول للحقيقة في ملابسات استشهاده، ويطلب من العربي تفعيل قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة ملف استشهاد عرفات. وزارة الإسكان الإسرائيلية تلزم شركات البناء بالعمل في المستوطنات. نقيب المقاولين الفلسطيني يقول: إسرائيل تتسبب في تسريح 80,000 عامل جراء منعها إدخال مواد البناء لغزة. ونطالع في صحيفة الأيام: انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس الراحل عرفات، الرئيس يبحث مع نظيره المصري تطورات المفاوضات والمصالحة. محمد شتية يقول: مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يعقد المسار التفاوضي ويعطله. جنيف: اجتماع جديد بين إيران والقوى الست الكبرى في 20 من تشرين الثاني. ونتنياهو يقول: سلام بارد مع الفلسطينيين أفضل من حرب ساخنة. إلى الصحافة الدولية هذه المرة، ونطالع في صحيفة الشرق الأوسط السعودية أبرز العناوين: المعارضة السورية تشترط دعم الفصائل المسلحة قبل جنيف 2، كيري يؤكد أن بلاده ليست عمياء في التعامل مع طهران، وباريس تثير غضب خامنائي. الفلسطينيون يحيون ذكرى عرفات بالتعهد بمواصلة البحث عن أدوات اغتياله والجناء. والسيسي يؤكد لأبو مازن دعم مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: بوتين يبحث مع خادم الحرمين في حل الأزمة السورية. تكهنات في إيران بتقسيم أدوار غربية، وأمريكا تتعهد بعدم التفريط بمصالح حلفائها. الجزائر تدعو المغرب لاستعادة التفاهمات حول الصحراء. والخرطوم حملة عسكرية للقضاء على المتمردين. والسعودية الأولى عربيا في الإنفاق على البحث العلمي. ختام أقوال الصحافة، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.